قمة العقبة تؤكد على الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية ورفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية. رئيس الوزراء يؤكد محورية ملف أمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري. مصر تنفي مزاعم التحصيل الرسمي لأي رسوم إضافية على القادمين من غزة. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن شارك في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والتي عقدت اليوم في مدينة العقبة بالأردن. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص السيد الرئيس على تنسيق المواقف مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. ولدى وصول سيادته الأردن كان في استقبال سيادته جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص السيد الرئيس على تنسيق المواقف مع شقيقه الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة. تم كذلك التشديد على رفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن الإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. للمزيد من المتابعة والتحليل حول زيارة وحول هذه القضية انضم إلينا هاتفيا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور مهند أحمد سالم وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الأردنية. سعادة الوزير، هي قمة ثلاثية تأتي في توقيت بالغ الخطورة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الضفة الغربية، ما الذي جاء في هذه القمة وما الجديد فيها من أجل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق؟ اهلا وسهلا اخي مصطفى، وشكرا لكم ولمستمعي قناتكم المحترمه. اهلا وسهلا. هذه القمه الاردنيه المصريه الفلسطينيه هي في سياق التنسيق المستمر بين القيادات الثلاث فيما يتعلق بالمساله الفلسطينيه ووقف الحرب الدائره في غزه والتضييق، وايضا محاولات ترويع المواطنين او اضرار باستقرار الضفه الغربيه.
الموقفان المصري والأردني موحدان ومتحدان ومتناسقان في أعلى درجاتهما منذ اليوم الأول الذي عبرت عنه القيادتان فيما يتعلق بضرورة وقف الحرب واستعادة المسار السياسي للسلام وعملية السلام ووقف استهداف المدنيين. والثالث الأمر الثالث الذي كان التركيز عليه دائما ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والعلاجية والمواد المؤنة الخاصة بحياة المواطنين. هذه جملة المواقف وجملة الثوابت المصرية الأردنية المشتركة هي التي إذا لاحظت وتابعت وأعتقد أنكم متابعون هي التي رسمت أيضا خطوط عامة للموقف العربي الذي عبرت عنه قمة القاهرة وأيضا الذي عبرت عنه قمة القمة العربية الإسلامية في الرياض. لاحقا كان هناك جهود مستمرة للقيادتين وتواصل مصري أردني دائم مع القيادة الفلسطينية أيضا التعبير بشكل واضح وصريح ولا لبس به لرفض التهجير وإيجاد أي ظروف من قبل أو خلق ظروف تدفع الفلسطينيين في غزة إلى هجرة مناطق استقرارهم أو الدفع بانفجار الضفة الغربية يؤول إلى تصعيد أخطر مما هو عليه اليوم. دكتور مهند، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر ونرى ازدواجية في المعايير الدولية تجاه هذه القضية بالتحديد، لكن المواقف العربية إلى حد كبير متشابهة وأيضا تقف مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، لكن الموقف المصري والأردني كما ذكرت سيادتكم هو موقف موحد تجاه هذه القضية حفاظا على أمن واستقرار وسلامة الشعب الفلسطيني. هل هناك من تنسيق آخر ما بين الدول العربية، ما بين حث المجتمع الدولي على تبني وجهة نظر أخرى لها علاقة بتوحيد الجهود الدولية تجاه هذا الشعب؟ سيدي، خلينا نكون واضحين ودقيقين. المسألة الفلسطينية فيما يتعلق بموقف مصر والأردن منها قد تكون مختلفة عنها مع أي دولة عربية أخرى، وإن اتفقت المواقف العربية وتوحدت على الموقف من هذه الحرب أو على موضوع الفلسطيني منذ وقت طويل فيما يتعلق بمسار السلام ومنذ خيار المبادرة العربية للسلام اللي انطلقت 2002 واللي تنكرت فيها إسرائيل وقوضتها وقوضت حل الدولتين. لأن المسألة الفلسطينية فيما يتعلق بغزة لمصر والضفة الأردن من حيث العلاقات هي المعبر الوحيد الذي يرى منه العالم. العالم هو عبر مصر وعبر بالنسبة للضفة الغربية عبر الأردن. كان هما نسيقتان بالمشي بشكل لا يمكن تجاهله ولا يمكن اغفاله من حيث خصوصيته الجيوسياسيه ومن حيث خصوصيته الاجتماعيه والجغرافيه والثقافيه ومن حيث الامن الوطني القومي. نعم. مصريا او اردنيا هذا الامر يجعل المشهد الفلسطيني في الدبلوماسيه الاردنيه والدبلوماسيه المصريه ربما حضورهم من حيث درجات عالية المستوى وعالية الاهتمام. من هذه الثنائية المصرية الأردنية فيما يتعلق بالمتغير الفلسطيني هي التي رسمت حدود التحرك الذي أثر على المستوى العربي ورفق مستوى التوحد في هذه القضية ومواجهتها والتعاون من أجل الخروج بموقف عربي موحد اللي انعكس في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي صوت على نبذ هذه الحرب ووقفها والدعوة إلى إنهاء هذه الجريمة التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. ما ضمن استمرار دوام هذا الموقف هو الموقفان المصري والأردني اللذين عبرا بشكل واضح وانتهيا إلى مآلات واضحة على صعيد تبني خطاب عالمي لوقف هذه الحرب وضرورة إيصال المساعدة. بجانب توقف الحرب دكتور مهند، الأردنية والمصرية. نعم. والضغط الذي مارسه جلالة الملك وسيادة الرئيس السيسي والتنسيق العالي في مختلف الملفات الإقليمية دائما بينهما قد نجح بإيجاد أفق واضح ولا رجعة عنه، ولكن المعايير الدولية فيما يتعلق بسؤالك ورعاية الغرب لإسرائيل وغض والازدواجية في موضوع التعامل مع إسرائيل هي التي اليوم هي الجهد الأكبر الذي يستهدف الموقف المصري والموقف الأردني بحيث يقولان للعالم
بأن الخطاب اللا إنساني الذي تقدمه إسرائيل المحتلة لقطاع غزة والتي تريد أن تفجر الوضع بالضفة الغربية هو الذي يجب أن يعود إلى جادة الصواب واستعادة العملية السياسية فيما يتعلق بمصير الفلسطينيين وحل. طيب دكتور أحمد، لو تحدثنا عن المسارات، وأيضا أشكر حضرتك أولا، وعن اللاءات الثلاثة التي تحدثت عنها القمم والقمم السابقة، لا لتهجير الفلسطينيين ولا لتصفية القضية وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق أيضا، والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967، كيف يمكن تطبيق ولأي مدى يمكن الوصول إلى تطبيق هذه اللاءات الثلاث؟ باعتقادي أن مسألة إيصال المساعدات كان هناك أفق واضح فيها فيما يتعلق بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر والجهود التي يبذلها الأردن على من خلال المعبر الإنساني اللي بمر من خلال سفير الملك حسين للمنظمات الدولية تبع الأمم المتحدة، ومن حيث العبء الذي تقوم فيه مصر فيما يتعلق بإخراج المصابين أو إيصال خروج المدنيين الذين تعرضوا لضغط خلال وجودهم واحتجازهم خلال فترة الحرب في الشهور الأولى. اليوم الآلات التي يجب أن نقر بها بأن تطبيقات القرارات الدولية هي التي تدفعنا إلى ضرورة إيجاد مخرج حقيقي لاستعادة الضمير العالمي الغربي لوقف دعم إسرائيل. هنا أعتقد أن الدبلوماسيتان الأردنية والمصرية تمارسان الجهود الكبيرة، ويمكن تابعتم خطاب جلالة الملك في نصب كيغالي في رواندا قبل يومين اللي أيضا أعاد التذكير بأن ما تقوم به إسرائيل هو إبادة جماعية، ويجب للعالم أن ينقذ نفسه من الوقوع بالهاوية من حيث عدم تصديق الخطاب اللا إنساني الذي تقدمه إسرائيل. الاستشهاد بمواقف عالمية والاستشهاد بظرفية تاريخية مهمة لا تؤول بالمنطقة إلا إلى مزيد من الدمار، وتطويع الخطاب الدبلوماسي العربي والعالمي والتأثير في الخطاب الأوروبي والخطاب الأمريكي، واليوم نجد أصوات تقول يجب وقف الحرب. الجماهير الأوروبية التي خرجت، العالم الغربي وهذا ما يهمنا، هي تأثرت بالجهود الدبلوماسية التي بذلت على مستوى عربي وعلى مستوى دول صديقة وعلى رأسها أو شقيقة أو أجنبية، وعلى رأسها الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية والتي تجد مساندة ومرافعة أردنية داعمة لها وجهود عربية أخرى وعلى رأس الجهود الشقيقة الكبرى مصر. نعم، كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور مهند أحمد سالم، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الأردنية شقيق، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس، وأن مصر تتابع وعن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمسؤولي مجموعة ميرسك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. وأكد مدبولي أن مصر تتحسب من مساعي تحويل منطقة البحر الأحمر لبؤرة صراع إقليمي جديد، ومن قلقها من أن تتوسع الحرب في غزة على مستوى المنطقة في ضوء ما تشهده من تصعيد مستمر، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته مع العديد من المسؤولين الدوليين. وأشار مدبولي إلى أنه على الرغم من التأثير المباشر لهذه الأحداث على مصالح مصر، إلى أننا نقدر أهمية تفسيرها في سياقها، وأنها ترتبط وبشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة التي يجب وقفها، وهو الأمر الذي يتعين أخذه في الحسبان. وأكد رئيس الوزراء سعي مصر المستمر لوقف الحرب الحالية في قطاع غزة لما لذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية والاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد تجنب الآثار السلبية لهذه الحرب.
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رغبة بلاده في إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. فور وصوله إلى العاصمة البحرينية المنامة، أوضح بلينكن أنه يجب على إيران أن توقف أي دعم لقوات الحوثي في اليمن. وحذر بلينكن من التداعيات الخطيرة لاستمرار الهجمات في منطقة البحر الأحمر على حركة الملاحة. وأضاف بلينكن أنه ناقش خلال زيارته للمنطقة حل الدولتين وجهود وقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد التقى في وقت سابق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. بحث اللقاء مستجدات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية في ضوء العدوان الإسرائيلي الحالي، وأكد بلينكن دعم بلاده لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه حصل على تعهدات من عدة دول في المنطقة للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة. من جانبه حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أهالي قطاع غزة أو الضفة الغربية، كما شدد على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لإتاحة المجال أمام تنفيذ الحل السياسي. أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يؤيد وبشكل كامل الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وقال إنه يتطلع إلى حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني. أعرب أبو الغيط عن شكره لجنوب أفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار، مؤكدا دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعي جنوب أفريقيا بكل السبل الممكنة. تنظر محكمة العدل الدولية غدا وعلى مدار يومين الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا وعدد من الدول بشأن محاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. طلبت جنوب أفريقيا بمشاركة عدة دول من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة وبوقف أي أعمال إبادة جماعية. العالم يترقب وضميره الإنساني يتجه إلى لاهاي، حيث تضع جرائم الإبادة الجماعية إسرائيل تحت مقصلة العدل الدولية في جلسات استماع على مدار يومين، وذلك بعدما رفعت جنوب إفريقيا دعوى للمحكمة للتحقيق في المجازر الإسرائيلية في غزة. الدعوى التي انضمت لها كل من بوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي تتهم إسرائيل صراحة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكها لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها عام 1948. جنوب إفريقيا استندت في دعواها إلى ما تعيس به قوات الاحتلال فسادا في أرض غزة. أيضا استندت الدعوى إلى تصريحات أدلى بها مسؤولون من الحكومة الإسرائيلية وبرلمانيون وحزبيون يتعلق بعضها بالدعوة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأخرى متعلقة بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وثالثة تطالب بحرمان أهالي القطاع من الماء والطعام والكهرباء والوقود. واستنادا إلى ما أوردته الدعوة، طالبت جنوب إفريقيا المحكمة بتوجيه أمر إلى دولة الاحتلال لتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية وحماية الشعب الفلسطيني من مثل تلك الانتهاكات التي تضرب بالمجتمع الدولي عرض الحائط. دعوة أربكت الداخل الإسرائيلي الذي اعتاد على عدم المحاسبة على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، إذ جندت دولة الاحتلال مؤسساتها للترويج لأكاذيب لإبعاد أي شبهة جنائية ضدها. الإرباك وصل مداه بمشاركة نائب في الكنيست في عريضة تؤيد محاكمة إسرائيل في محكمة العدل في مؤشر لمعارضة قطاع إسرائيلي لما تقوم به حكومة الحرب برئاسة نتنياهو الذي أعطى الضوء الأخضر لإجراءات عزل النائب.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها وملزمة لطرفي الدعوى، فليس هناك أي وسيلة لتنفيذها إلا أن صدور حكم بحق إسرائيل من شأنه أن يضر بسمعتها دولياً ويشكل سابقة قانونية. فالأحكام التي ستصدرها المحكمة ستخطر بها مجلس الأمن وكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لتفتح عقبها جنوب إفريقيا باباً جديداً بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم بناءً على قرارات المحكمة. خطوات جادة تستشعرها دولة الاحتلال وتتخوف من آثارها وتداعياتها القانونية والسياسية والأدبية، ويتخوف معها المزاج الشعبي العالمي خشية الإعلان الرسمي عن موت ضمير قادته السياسي والأخلاقي حال وسم بخذلان شعب يباد على مرأى ومسمع من العالم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد، بعد التحية، وكما تابعنا من خلال التقرير السابق هناك دعوة مقدمة أمام محكمة العدل الدولية سوف تنظر فيها غدا، مقدمة من جنوب أفريقيا وعدد من الدول، وذلك بشأن ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. نريد بداية شرح فكرة القوانين التي تنظم مثل هذه المحاكمات. هناك معاهدة دولية المناهضة لجرائم الإبادة الجماعية، ودولة جنوب أفريقيا ممضاة عليها كعديد من الدول وكذلك دولة إسرائيل، وبالتالي هذه المعاهدة تقول أن الذي يخرق هذه الاتفاقية يقوم بخرق القانون الدولي، والمحكمة محكمة العدل الدولية لها الولاء القضائي الاختصاص القضائي بأن تنظر في ذلك تلك الخروقات وتحمل المسؤولية للطرف للدولة التي خرقت تلك المعاهدة. وعلى هذا الأساس قامت جنوب أفريقيا بهذه الدعوة، وبالتالي محكمة العدل الدولية الآن انتصبت. دولة إسرائيل قبلت أن تذهب، وحتى لو لم تقبل أن تذهب وتمثل أمام المحكمة فإن المحكمة ستنظر في هذه الدعوة. ومن إسرائيل ترى أن مصلحتها أن تحضر لكي تدفع وتقوم بالدفاعات عن نفسها، ولكن هذه الاتفاقية الدولية أو هي المعاهدة هي صريحة تقول أنه لما يستهدف عدد كبير من المتسكنين ويكون هناك حصار ويكون هناك قصف وهناك قتل عدد كبير منهم على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو غير ذلك فإنه تعتبر جريمة إبادة جماعية. نعم. وهذا حاصل، هناك جزء كبير من الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الأخيرة أكثر من 23%، أي أكثر من 1% من الشعب الفلسطيني في غزة وقعت إبادته وقتل، وهناك ترحيل وترحيل قسري، وهذا كذلك يكون مع القتل ومع الحصار ومع التجويع ومع عدم تمكينهم من المستشفيات، وكل ذلك يكون جريمة الإبادة الجماعية. ومن هنا حسب فقه قضاء محكمة العدل الدولية فإن هذه الجريمة أركان هذه الجريمة متوفرة، وقد وقعت محاكمات من هذا النوع قبل ذلك وصدرت أحكام بنفس الطريقة، وبالتالي فقه القضاء يرجح أن إسرائيل يقع الحكم عليها بتحميلها مسؤولية جريمة الإبادة الجماعية. هناك كذلك يعني بعد يعني دكتور مجيد، في إطار هذه النقطة المهمة اللي حضرتك أشرت إليها، إذا ما صدر هذا الحكم بشأن أنه إسرائيل بترتكب بالفعل جرائم إبادة جماعية وبتنتهك القانون الإنساني والقانون الدولي، القانون الإنساني الدولي، ما هي الخطوة التي سوف تلي هذه الأحكام التي من الممكن أن تصدر من محكمة العدل الدولية؟ هل سوف ترفع بعد ذلك إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرارات أخرى ضد إسرائيل، الوقف الفوري لإطلاق النار، الوصول إلى هدنة إنسانية عاجلة من أجل وقف نزيف الدم الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني؟
جنوب افريقيا طلبت طلبين امام محكمه العدل الدوليه. الطلب الاول هو مساله المسؤوليه، وهو الطلب الاساسي. وقبل ان تنظر في مساله مسؤوليه اسرائيل، فان جنوب افريقيا طلبت ان تنطق محكمه العدل الدوليه بقرار لحمايه الشعب الفلسطيني، على اساس ان دوله اسرائيل كما يوصفها القانون الدولي هي دوله احتلال، وكدولة احتلال لها واجب رعاية وحماية الشعب الفلسطيني وعدم المساس به وعدم محاصرته وعدم قتله وعدم وضرب حصار عليه وعدم ضرب البنية التحتية. وبالتالي هذا القرار مطلوب من محكمة العدل الدولية أن تصدره في أيام وبالأكثر في أسابيع قليلة. نعم. وحسب فقه قضاء محكمة العدل الدولية فإن هذا القرار مرجح أن يصدر في الأيام القليلة القادمة. وإن صدر القراران، قرار الحماية وقرار المسؤولية، فإن هذه الأحكام سترفع إلى مجلس الأمن من يخرج من إطار المحكمة كالسلطة القضائية الأعلى في العالم، وهي جزء من الأمم المتحدة. نعم. إلى السلطة التنفيذية للأمم المتحدة، والسلطة التنفيذية هي مجلس الأمن، ومجلس الأمن هنا له واجب تنفيذ حكم المحكمة وليس المداولة في الحكم. مجلس الأمن ليس الحق في المداولة في حيثيات الحكم، ولكن التنفيذ هو مجلس الأمن مجبر لتنفيذ الحكم، وليس للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استعمال حق الفيتو. وهذا شيء مهم جدا، لأن قرار محكمة العدل الدولية لا يخضع إلى مداولة مجلس الأمن، بل يذهب إلى التنفيذ. يجب على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا لتنفيذ ذلك، وهذا هو فرق بين مداولة مجلس الأمن التي يمكن استعمال حق الفيتو، ولكن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولي ليس لأي شخص لأي دولة الحق في استعمال حق الفيتو. نعم. أو في تأخير ذلك أو في إيقاف تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. نعم. محكمة العدل الدولية هي الوحيدة التي يمكن لها أن توقف قرارها، ولو نطقت به فهي سوف لن توقف قرارها، وبالتالي ليس هناك جهة أخرى يمكن لها أن تعلق أو توقف أو لا تنفذ قرار محكمة العدل الدولية. نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا على هذا التوضيح، شكرا على هذه المشاركة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها المكثفة وقصفها المدفعي في أنحاء قطاع غزة لليوم 96 على التوالي. شنت قوات الاحتلال غارات على عدد من المناطق من بينها وسط قطاع غزة ومدينة جباليا في الشمال ومدينة رفح بالجنوب، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات. وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة، معلنة في حصيلة غير نهائية عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 23,357 شهيدا، فضلا عن إصابة أكثر من 59,410 فلسطينيين، واعتبار أكثر من 7,000 في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل المهدمة.
أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ضلل الرأي العام وقصف منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى، وذلك في دير البلح، بعد أن أعلنها منطقة آمنة، ما أدى إلى سقوط 40 فلسطينيا بين شهيد وجريح. أدان المكتب بأشد العبارات مجازر وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء. أعلنت منظمة الصحة العالمية إلغاء مهمة مساعدات طبية أخرى كانت مقررة لليوم بسبب مخاوف أمنية. أوضح مدير عام المنظمة تدرس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي أن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة، وذلك يتم إلغاؤها بسبب عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 ديسمبر الماضي. إن العائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة ليست قدرات الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية أو شركائنا، العائق هو الوصول. وندعو إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية، وما زلنا ندعو إلى وقف إطلاق النار. ولكن حتى من دون وقف إطلاق النار يمكن إنشاء ممرات للسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية والعاملين. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة. أكدت الفصائل الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في منطقتي بيت حانون وبيت لهيا شمالي قطاع غزة وشرق وسط خان يونس في جنوب القطاع. كما أكدت الفصائل أنها قصفت حشودا متوغلة للاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهون، انها استولت على طائرة مسيرة إسرائيلية اثناء مهمة استخباراتية في مدينة بيت لهيا في شمال القطاع. إلى الضفة الغربية حيث أصيب 12 فلسطينيا بينهم 9 بالرصاص الحي إثر اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ومحاصرتها البلدة القديمة فيها. كما اقتحمت أعداد كبيرة من العربات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها. هذا وقد أعلنت عدة مؤسسات تأخير ساعات عمل الموظفين لمدة ساعة بسبب الاقتحام المتواصل للمدينة. اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها غير مسؤولة، وأشار إلى أنه لم تكن هناك حكومة في إسرائيل كالحكومة الحالية. أضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو ووزير المالية أكدوا أن الميزانية كافية للجميع، وهذا يتنافى مع ما يحدث في ضوء الوضع الراهن، لافتا إلى أن الميزانية التي يعمل عليها نتنياهو وسموتريتش ستؤثر على الشعب الإسرائيلي وعلى الصناعة وعلى الخدمات. نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان وبصورة قاطعة مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية، موضحا أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة وفقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهي
ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة مطلقة. أضاف رشوان أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء في فلسطين في قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منها 6 شاحنات وقود. وبالتالي فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته من أجل التخفيف عن ومن معاناة أشقائنا الفلسطينيين، ليس من المنطقي أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج لهذا خلال الفترة الأخيرة. أكد رشوان على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية. وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. دخل اليوم عبر معبر رفح 110 شاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، من بينها 4 شاحنات غاز طهي بالإضافة إلى 2 للوقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة. ويجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في غزة. هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. هذا واستقبل مطار العريش الدولي 471 طائرة منذ الثاني 10 من أكتوبر الماضي، حملت على متنها أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، وقدمت 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية المساعدات إلى قطاع غزة عبر طائرات مساعدات في مطار العريش، بجانب 84 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية. ما زالت أخبار التاسعة تتواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. لندن وواشنطن تصدان أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر منذ بدء التصعيد في غزة، والبيت الأبيض يحذر من عواقب استمرار الهجمات. وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر بأنها تصعيدية، وقال إنه يجب أن تتوقف الهجمات على السفن، مضيفا أن قوات الحوثي أمامهم الخيار وسيتحملون عواقب عدم وقف الهجمات. أوضح كيربي أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع وستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت الهجمات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا باليستيا أطلقتهم قوات الحوثي باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر. كما أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن القوات الدولية المنتشرة في البحر الأحمر استجابت لحادث أمني جديد قبالة السواحل اليمنية الشمالية. أسقطت أنظمة دفاعية عراقية طائرة مسيرة مسلحة فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى. وأكدت مصادر عسكرية في الجيش العراقي أنه لم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة لهذا الهجوم. انتخب المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر زانيير رئيسا للمجلس للعام الجاري 2024، وتم اختياره في عملية اقتراع سرية أدلى فيها جميع أعضاء هيئة المجلس والبالغ عددهم 47 عضوا بأصواتهم. وحصل السفير المغربي على 30 صوتا مقابل 17 صوت للمرشح من جنوب إفريقيا السفير ميكسوليسي نيكوسي لتصبح رئاسته سارية المفعول على الفور. أعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا أن بلاده في حالة نزاع مسلح داخلي، وأمر بتعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية لضمان السيادة ووحدة الأراضي ضد الجريمة المنظمة والمنظمة الإرهابية. احتجزت مجموعة من السجناء في الإكوادور أكثر من 130 حارسا وموظفا آخرين كرهائن في 5 سجون على الأقل في أنحاء البلاد التي تعاني من تصاعد العنف في الأيام الأخيرة. أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المناقشات الخاصة بطلب المناقشة المقدم من أكثر من 20 عضوا بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء. من جانبها أكدت الحكومة أن أسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام والتي يتم استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية تراقب الأسواق بشكل دوري. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة أحال رئيس مجلس الشيوخ المناقشات الخاصة بطلب المناقشة المقدم من أكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء، ورد الحكومة على لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ لإعداد دراسة بشأنه. يأتي طلب المناقشة العامة المطروح لاستيضاح سياسة الحكومة الممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء. أستوضح من الحكومة ما
النتائج التي ترتبت على صناعة الدواء في مصر، ومصر أصبح لديها 17 مصنعا للدواء من أكبر المصانع في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مدينة الدواء في منطقة الخنكة في محافظة القليوبية. من جانبها أكدت الحكومة أن أسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية تراقب الأسواق. هذا وقد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 21 من يناير الجاري. وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالإجراءات والتدابير الحكومية للحد من أثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء. الحقيقة النهاردة إحنا في جلسة عامة لمجلس الشيوخ، إحنا بصدد دراسة الأثار الاقتصادية على مجال الصحة وعلى قطاع الدواء في مصر. أنا وجهت أو طلبت من وزارة الصحة لاتخاذ بعض التدابير اللي هتؤدي إلى احتواء جزئي لهذه الأزمة، أهمها الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لوزارة الصحة وعلى رأسها مستشفيات التكامل، لأن احنا عندنا 544 مستشفى تكامل موزعين على كافة أنحاء الجمهورية. اليوم ناقشنا واحد من أهم الموضوعات، وهو فكرة سعر الدواء وإتاحة الدواء وكيفية تقديم رعاية صحية للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية بجودة عالية وبأسعار معقولة. يمكن ده النقاش اللي يمكن السادة النواب النهاردة اتكلموا عليه بشكل كبير جدا. ظواهر كتيرة جدا جدا بتبدأ من الثقافة أو غيابها. هذه الظواهر منها مثلا هدر الأدوية، اقترحت عدد كبير من الإجراءات اللي ممكن نعملها، منها مثلا إعادة هيكلة النشرات اللي بتنشر مع أو بترفق بالأدوية في ظل ظواهر سيئة جدا، إن الناس بتكتب الأدوية لبعضها وإن الصيادلة بعضهم بيصرف الأدوية بدون رشدة الطبيب. الناس محتاجة تعرف الأعراض الجانبية، محتاجة تعرف الجرعات، محتاجة لأن ده بيأثر على الصحة العامة وبيضغط على المنظومة. فأنا دايما برد الأمور لأصلها الثقافي، وهو بيبدأ منه أصل المشاكل. والآن نتحول في نشرة التاسعة لأهم أنباء المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة تستعرضها لنا ليلى عمر. شكرا لكم مصطفى ميزار وريهام الديب، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة المصرية على تمكين وتشجيع القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمجالات، وعزمها إتاحة الحوافز اللازمة للمستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مسؤولي مجموعة أثينا الطبية لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي. وأوضح مدبولي أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الحكومة، وأن اجتماع اليوم يأتي في إطار بحث سبل التعاون مع المجموعة الطبية والتعرف على خططها للاستثمار في مصر والتعاون مع وزارة الصحة لضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء. وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء مركز للبيانات الخضراء مزود بحوالي 200 ميجاوات طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبموجب مذكرة التفاهم يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة على مرحلتين، ويعمل المشروع على تصدير الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء المستهدفين حول العالم. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بساعة 1.1 جيجاوات وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار. يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم. و
وسيسهم المشروع في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً، مع إتاحة نحو 6000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو 1 مليون وحدة سكنية. عقد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي مباحثات مع جانيت يلن وزيرة الخزانة الأمريكية، وخلال اللقاء اتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة. كما أكد الوفد المصري الحرص على استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص. من جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية على الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر. هذا واجتمع الوفد المصري مع كريستالينا جوجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، التي أكدت أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكا قويا لمصر في هذه الأوقات الصعبة. أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر الماضي، مقابل 35.9% في نوفمبر من عام 2023. وأضاف البنك المركزي أنه وفقا لمؤشراته فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 1.3% في ديسمبر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1% في نوفمبر من عام 2023. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهر بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% ليصل إلى 78 دولار و49 سنت للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 1.7% ليصل إلى 73 دولار و31 سنت للبرميل، بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 97% لتصل إلى $2.67 سنت لللتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.61% لتسجل $3.76 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بدأت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا إضراباً لمدة 3 أيام، وذلك عقب تصاعد الخلاف مع شركة إدارة السكك الحديد المملوكة للدولة حول ساعات العمل والأجور. وتوقفت رحلات القطارات في جميع أنحاء البلاد والعديد من المدن تقريباً، حيث يواجه الركاب والمسافرون صعوبة في العثور على بدائل للسفر لمسافة طويلة بوسائل المواصلات. وقالت شركة دويتش المملوكة للدولة إن نحو 20% فقط من قطارات المسافات الطويلة لا تزال تعمل، لكن قطارات الركاب في مدن مثل برلين توقفت عن العمل. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمصطفى وريهام لاستكمال النشرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر على هذا العرض الاقتصادي. أطلقت الصين قمرا صناعيا يحمل اسم مسبار أينشتاين على متن صاروخ لونج مارش 2C، وذلك من مركز شينشتانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد. أوضحت أكاديمية الابتكار للأقمار الاصطناعية الصغيرة الصينية أن القمر الجديد يهدف لرصد الظواهر العابرة والغامضة في الكون التي تشبه وميض الألعاب النارية، بهدف الكشف عن الجوانب العنيفة وغير المعروفة في هذا الكون الفسيح. اجتاح طقس شتوي قارس معظم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية،
يتوقع خبراء طقس الاستمرار لهذه الموجة الباردة لأسابيع في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة على شرق البلاد وتساقط جليد كثيف على مناطق تقع في شمال غرب المحيط الهادئ. وقد ذكرت تقارير من السلطات ووسائل إعلام محلية أن 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم، وذلك لأسباب تتعلق بالطقس في ألاباما ونورث كارولاينا وجورجيا. وحول أهم أحوال الطقس في مصر وكذلك أيضا في مختلف العواصم العربية والدولية في نشرة 9 نتابعها الآن مرة أخرى. أحوال الطقس ودرجات الحرارة والتي تلقي بظلالها في هذا الجو البارد مع زميلتي من جديد ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 18، الصغرى 10، الإسكندرية 18-11، مطروح 17-10، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 18-9. ننتقل إلى السويس 18-9، العريش 19-8، طابة 18-11، شرم الشيخ 22-15، الغردقة 21-14. أما في الأقصر فالعظمى 20، الصغرى 10، أسوان 21-11، الوادي الجديد 21-6، شلاتين 25-20، وأخيرا حلايب 22-18. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم الآن مع اللقطة الأبرز لهذا اليوم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار 9، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم وأبرز العناوين. قمة العقبة تؤكد على الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية ورفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية.
رئيس الوزراء يؤكد محورية ملف أمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري. مصر تنفي مزاعم تحصيل رسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا مصطفى؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ها في كان النهارده رحلة استكشافية. ده الكلام الكلام اللي كان قبل الهواء. احنا بنتكلم على نفس ذات المقلب اللي عمل يوسف عاملين في مصطفى الاسبوع اللي فات. طب انا هسال سؤال بجد، انت ليه مهتم جدا بالرحلات الاستكشافيه بتاعت الكواكب والمجموعه الشمسيه؟ بص، الكواكب ومجموعه الكواكب والشمس والقمر والرحلات المكوكيه للفضاء الخارجي يمكن كنت قريت فيها شويه في يمكن من اكتر من 10 سنين. فبقيت مهتم انه اشوف الدول اللي فاكر انت حرب النجوم اللي اتكلمت في الولايات المتحده الامريكيه؟ ماشي. دي كانت واحدة من الوحيد اللي أصبح العالم بيتجه للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بقى بيستخدم في ده بشكل كبير وبشكل قوي جدا جدا، وأصبح بقى الظواهر الطبيعية الاستمطار والزلازل والحاجات دي كلها. حرب النجوم ده كان سباق تسلح. أيوة ماشي، ما هو ده برضو في إطار سباق التسلح. ومصطفى طلع لا خلاص مش هتكلم في ده كتير. طلع صعب جدا. والله عيني قاعد يقول لي مسبار وبتاع، بيستخدموا عربيه فصحى مسبار. انت النهارده طبعا معاك ملفات كتيره قوي يا يوسف، المفروض والله النهارده اهمها طبعا قمه العقبه مهمه، يمكن جزء منها اللي كنتوا بتتكلموا فيه وهي المتعلقه بتصريحات دكتور ضياء رشوان حول مساله تحصيل الرسوم ومش عارف وشويه كلام فارغ كده. ويمكن هنتكلم كمان في فقرتنا الرئيسيه على موضوع تاني يمكن كلنا اتكلمنا فيه خلال الفتره اللي فاتت وكان شاغل بالنا، مساله حقوق ام كلثوم وصوت ام كلثوم واغانيها وما الى ذلك، من خلال يعني ترتيبه احنا عاملينها متعلقه بحقوق الملكيه الفكريه واستخداماتها وما الى ذلك، لعله خير يعني. طب يوسف، هي كنت عايز اسالك الموضوع الرئيسي طبعا اللي هو قمه العقبه، اعتقد ان هو جاي في توقيت في منتهى الاهميه، اعتقد ان ده يكون الملف كمان الرئيسي معاك النهارده يعني. والله يا ريهام قمه العقبه انا معاكي جدا مهمه 100%، كان قبلها قمه القاهره اللي اتعملت ما بين فخامه الرئيس والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، في جهد محدش يقدر يختلف عليه، بره بيتكلموا عليه فعلا كتير يعني، حتى لا يظن احد انه احنا بنتكلم على الجهد المصري باعتبارنا الاعلام والصحافه المصريه، بره بيتكلموا على ده باعتباره جهد مهم جدا ودور عظيم بتلعبه مصر، احنا بس فاضل لنا هم الامريكان عايزين ايه عشان نخلص يعني نعرف عايزين ايه. طيب بكره كمان في الاطار ده يا ريهام، على مدار يومين محكمه العدل الدوليه هتنظر الدعوه اللي قدمتها جنوب افريقيا لمحاكمه اسرائيل عن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني واللي أيدتها كتير من الدول يوسف. والموضوع ده لسه كنت مع ريهام بتكلم فيه في الفاصل عن أنه قرار محكمة العدل الدولية ملزم لمجلس الأمن بالتنفيذ. لا، ده اللي ضفنا اتكلم عنه من شوية. لا، من لندن. لا بص، القرار يحمل صفة الإلزام بس ده على الورق، آلية الإلزام أصلا مش موجودة، فعمليا تفضل قرارات محكمة العدل الدولية وكأنها قرارات سياسية لأنها ملهاش آلية موضوعة حقيقية تضفي الإلزام الفعلي على قرار المحكمة. بس ادي كل القصه، ففي النهايه هي جزء من الرصيد هو السياسي. هو احنا كان معانا استاذ قانون دولي يا يوسف، هو اتكلم على النقطه دي تحديدا انه مجلس الامن المفترض ان هو عنده اليه التنفيذ، وما فيش اي دوله من الدول حتى الموجوده ان هي يبقى ليها حق الرفض اصلا للقرارات اللي هي الخاصه بمحكمه العدل الدوليه. فهي فكره التفعيل، فكره التنفيذ، انه ما يكونش الموضوع بس على الاوراق، يبقى يعني في تنفيذ على ارض الواقع. آلية التنفيذ يعني هضرب لكم مثل بسيط من غير ما اطول عليكم. امبارح كان في لجنه تحقيق برلمانيه في مجلس العموم البريطاني مشكله من مجموعه النواب، حاجه زي عندنا لجنه العلاقات الخارجيه لكن هي لجنه اكثر تخصصا متعلقه بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكانوا بيحققوا مع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الاسبق وزير الخارجيه الحالي في عهد بوش. نعم. فقالوا له انه ده جنوب افريقيا مقدمه قدام محكمه العدل الدوليه انه ما يحدث في فلسطين هو جريمه اباده جماعيه. قال لهم لا. طيب ما هو بريطانيا في مجلس الامن لا. طب سؤال، هو امريكا اقرت بانه اللي بيحصل في فلسطين
جريمة لا. إبادة لحد دلوقتي لا. ما هو ده اللي احنا هنشوفه بكرة. المفترض ان هو هي تنظر في الدعوة بكرة، واحنا هننتظر كمان هنشوف ايه اللي هيحصل. تطلع القرار لما مجلس الأمن كمان المفترض انه النتيجة الخاصة بهذه المحاكمة تعرض عليها، نشوف ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيتنفذ، ايه اللي هيعتبر حبر على ورق. ده الحقيقة كلنا منتظرينه، ان هو يبقى في تنفيذ على أرض الواقع. هنتابع معاك بالظبط وهنتابع مع جمهور جارين، بس القرار اللي زي ده لو خرج من محكمة العدل الدولية ليس هناك حق للخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استخدام حق الفيتو. على كل الأحوال هيحصل إيه بقى؟ هننضم للمشاهدين. أيوة أنا معاكم 100% هنكمل. لا احنا مش عارفين هيحصل إيه لسه. ما بيحصلش حاجة، خلي بالك. شوف ربما ينضم للقرارات السابقة. والله على رأي طبعا عمرو إيه مننا احنا هنسيب ونيجي معاك بقى. بص هو عمليا يعني اللي اتعلمناه في حياتنا، يعني يمكن كنت اهتماماتي بقصة القانون الدولي دي اهتمامات كانت فيها شيء من التعمق قدر الاستطاعة، أنا على قدي في النهاية يعني. لكن هو ما فيش حاجة اسمها قانون دولي زي القوانين المدنية اللي موجودة جوه الدول أو القوانين الوضعية اللي جوه الدول. القانون الدولي هو قوانين بتحكمه موازين القوة، فموازين القوة لو هي في صالح إسرائيل هينفذ، مش في صالح إسرائيل وفي صالحنا احنا كعرب يبقى هينفذ لصالحنا. يا ريت تتناقش يا يوسف في النقط دي تحديدا مع يعني ضيوفك المفترض هيكونوا معاك في الحلقه، لان دي نقط مهمه جدا. والدعوه المقدمه من جنوب افريقيا دي دعوه مهمه جدا طبعا، كنا منتظرين انه ده يحصل تحرك من بدري، بس دي حاجه برضو تعتبر يعني هو في الرصيد السياسي، خطوه يعني خطوه كويسه. المهم بس ان هي تفعل، يعني هو ده يعني هي نقاط، ما هياش ضربه قاضيه يعني زي ما بيقول. احنا هنسيبك علشان طبعا الحلقه خلاص هنسيبك عشان خاطر عموره، عشان خاطر مذكرية، عشان خاطر استكشافات الفضاء. حلقه مطلقه. شكرا يا مصطفى وشكرا يا ريهام، واستاذنكم نبدا فقراتنا.